أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت، وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً بما عطلت الثلوج الكثيفة في الدول الإسكندنافية حركة الطيران في أوسلو ساعات عدة. وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن قرابة 75 من أصل 1047 رحلة جوية مقررة ألغيت، بما كانت العاصمة التجارية الألمانية تستعد لظروف مناخية قاسية. ودعت السلطات في عدة دول شمال أوروبا مواطنيها بالبقاء في منازلهم بعد أن تسببت الأحوال الجوية القارسة في حدوث فوضى على الطرقات وتعطيل وسائل النقل العام. كما ضربت الثلوج والأمطار المتجمدة عدة أجزاء من شمال ووسط أوروبا، ما أدى إلى توقف حركة النقل وحدوث فوضى على الطرق وتعطيل كبير في المطارات في المنطقة. وفي الدنمارك جعلت الثلوج الكثيفة التي صاحبتها رياح قوية من التنقل أمرا في غاية الخطورة، حيث وقعت عدة حوادث تسببت في إعاقة حركة المرور، وتأثرت حركة السكك الحديدية كذلك، حيث دعت الشركات موظفيها إلى العمل عن بعد، كما طلبت من عملائها تأجيل رحلاتهم. وفي العاصمة النرويجية أوسلو أدى ضعف الرؤية والثلوج الكثيفة إلى توقف خدمات الحافلات، ما أدى إلى تقطع السبل بالعديد من المسافرين. كما اضطر مطار أوسلو إلى الإغلاق بشكل مؤقت الأربعاء بسبب الثلوج الكثيفة التي أدت إلى انخفاض الرؤية بالنسبة للطيارين. وفي منطقة لورن شمال شرق فرنسا أصدر المسؤولون الإنذار البرتقالي بسبب هطول الأمطار الجليدية والثلوج، كما تم الإبلاغ عن عدة حوادث مرور حيث تأثرت وسائل النقل العام بشكل كبير. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من تساقط المزيد من الثلوج والأمطار في معظم أنحاء شمال شرق البلاد. وكإجراء احترازي أغلقت العديد من المدارس ورياض الأطفال أبوابها لهذا اليوم، وعرضت بعض الشركات على موظفيها إمكانية العمل من المنزل.